مقاطعه، وهو كان كتم الفنانين اللي ايت هذه الفكره هذه، واكيد احنا قديمه مع الشعب. قريبا من خرجت من ستار اكاديمي لدابا نقول لك خدمت شي دو فوا صافي، ما كنخدمش فيهم بزاف. انا ملي كنت في ستار اكاديمي فكنت كنتبع برامج الهوات، فانا كنلاحظ ان الناس ملي كياخذوا اللقب يعني ما كيكملوش، وانا عارف السبب شنو هو، لانه كيكونوا التزامات وكيكونوا بنود اللي كيخليو لي زارتيست ما يكملوش. فانا كنت من المحظوظين انني ما خديتش اللقب، لانني تهنيت اولا من البنود ومن العقود ديال ستار اكاديمي. انا مخطط ملي كنت في البرنامج انني نكمل الماستر ديالي، فقلت لك في ظل الامكانيات اللي كانت بسيطه، فانا هادشي ما منعنيش انني نحقق الحلم ديالي وانني نكمل في هذا الدومين هذا.